المؤسسات موجودة بالاسم فقط على الرائد الرسمي، هكذا قال رئيس الجمهورية، لكنها في أرض الواقع غير موجودة. المؤسسات هذه راهو رد بالك يعينوا لها مدير وموظفين وقاعدين يخلصوا شهاري وسيارات وما إلى ذلك، وقاعدين يخلصوا على ميزانية الدولة وما إلى ذلك في إطار حرب التحرير الوطني اللي أعلن عليها رئيس الجمهورية. أعطانا التصريح هذا وقال رانا اكتشفنا مجموعة من المؤسسات التي لا وجود لها على أرض الواقع، فقط موجودة حبر على الورق. شنو رأيك؟ رأي واضح، هذايا مخلفات العشرية السوداء. يعملوك ثلاثة وزارات وهي نورمالمون تكون وزارة واحدة، يعملوك خمسة إدارات وهي نورمالمون إدارة واحدة، يعني زادوا عرفت شنو هي، حبوا بأي طريق يفتقوها البلاد. علاش هما عملوا ذاك الكل؟ باش يدخلوا العصابات، مع كامل احتراماتي مانيش نعمم في العفو والتشريع العام الكل، فما ناس تظلمت وتقمعت نحوهم على شير، اما لكن حبوا يدخلوا المفيوزه نتاعهم في الادارات. خي هي مفاصل الدوله كيفاش راهو بالادارات، فتقوهم من بعضها. صار تقسيم، ولكن توا السيد الرئيس فيق باللعبه من لورو من قبل ما يترشح عارف. اما لكن توا مفاصل الدوله زي ما ترجع للدوله. هذه اربع ادارات واربع مديرين وسيارات وموظفين وشهاري ومزوت على كاس شكون؟ على كاس المواطن، كيما قال السيد الرئيس حد ما عمل زي المواطن، زي ما تتلم وزاره واحده ولا اداره واحده. لان الدوله في العشريه السوداء تفتقت. تفتقت. انت برا شوف عندنا اكثر من زوز ملايين موظف، مع كامل احتراماتنا الموظفين اللي تخدم، فما مليون يمكن يخدم. الاخرين يمركي في جورني ويروح. وذا كل نعرفوه، اللي داخل بشهاده مدلسه، واللي عنده حبيبه، واللي عنده قريبه، واللي كان قفاف الالخماهو. وتابع كبرت الكهنه توا سي توا الدوله باش ترجع تطبيق القانون على الناس كلها، ما فماش حتى واحد على صوريش. هي هذه كلام رئيس الدوله يجي في اطار محاربه الفساد. الفساد اللي قاعد ينخر في مفاصل الدوله بشكل كبير جدا. هذا صحيح، هذا موجود. راهو كي نقولوا مثلا فساد شركه كيما تاع ميتوس فاقس وهي ماهيش موجوده، كي نقولوا ثم موظف كبير، ثم آلاف العمال اللي يخلصوا في حراسة ماذا؟ الأشجار في الشارع. نعم، فاش يحرسوا؟ الأشجار في الشارع في الأرياف. نعم، وهذه نحكي شيء هذا في تارك تاع حماية الغابات، وواحد ما ياخذ في حد شيء، إنسان نهار كل في داره هو مكلف بحراسة بعض الأشجار في الشارع، يتفقدهم وياخذ مرتب. كيما أيضا ما ننساوش بتاع شو اسمه يسمى البيئه والبس في 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 في, في رديف بالالاف ايضا ياخذوا في شهريات مهمه، يعني في حد شيء. دونك كميه الخراب والخور في من النوع هذا موجود كثره بكثره بكثره، والاكت هي بالالاف نستخلف في شهريات ما يتعمل في حد شيء وماهيش موجوده اصلا، وهذه تتعدى في اطار محاربه الفساد. دونك الاصل في الاشياء أن كل مواطن عليه أن يعلم السلطات الجهوية أو المحلية بالحوايج هذه. المؤسسات هذه هي مختصة في تبييض الأموال، مختصة في هلك الشعب التونسي، يحبوا يعملوا الفوضى في تونس. كما ترى تو بربي فك المظاهرات، شكون يهبط فيهم؟ شكون يقلص فيهم؟ شياب وعزايز مكملين وهابطين، فهمتني؟ شكون يعطي فيهم في الفلوس؟ وشكون؟ وين الشعب؟ فهمتني؟ هذه من المؤسسات هذه كلها مختصه لمضره تونس. تونس راهي اعز بلدان العالم، لكن شعبها ما يفهمش، والناس هذوما هالدخلاء هذوما يسميهم التراتر، فهمتني؟ الخونه هذم يضروا في بلادنا ويضروا في شعبنا ويضروا في اش خلاك انت هيك تتفرج؟ فهمتني؟ حتى في الماكله العباد ما عادش خالطه، سي با نورمال. شكون يمول فيهم هذا؟ وهذوما الكناطرية والواحد شكون يمول فيهم؟ فهمتني؟ والفساد الكبير اللي واقع هي في الرشاوي والدنيا، وهذه من وقت بن علي، فهمتني؟ وانت جايت من اللي جاوا طرابلسية خلاوها وكملوا عاد النهضة وما تبعوها، فهمتني؟ وقت تفرج تونس الحالة اللي فيها وقلة الضمير وقلة الإنسانية وقلة الوطنية. أنت توك تشوف الحملة اللي قاعد صايرة الأيامات، تفرح عبيد جي تقول لك انا والله ما نمشي ناخذ المياه بتويلي ولا معتمد نوصلوا هكايا، يعني معتمد عنده حاجات اخرى يخدمها باش يوصل يهبط البطاطا. نشكرهم ويعطيهم الصحه، برافو. منهم معتمد التضامن، معتمد الحريريه، برافو يعطيهم الصحه. انت شوفي معتمد التضامن نهار الاحد
تحت الناس يجبد في البطاطا ويفرغ فيه. قالوا حط عليه 19% وحط 19%. شوفوا ولي تونس الرقابه ناقصه باش يولي الامن يتلبد للفلفل والطماطم، عادش يتلبد للجريمه المنظمه وحكايات اخرى. ماهيش معقوله. انت اللب الموضوع عندك في مرشي القرو. تتلم الادارات توي تحسر مرشي القرو وراو ساهر راي هي شنيا راو مخطط. مخطط باش البلاد هذه ديما ناقص. انت يجيك مثلا البوسيلم، بوسيلم فيه 100 هكتار ما يزرعلكش 100 هكتار، يزرع لك 40 باش يصير الاحتكار. البطاطا وين متسبني؟ شيرات هذيك نتشرفوا باهالينا في جندوب وبوسيلم وبنزرت نقولوا 500 هكتار كانت تزرع باش يكون فما اكتيفي، تو يزرع لك 100 ل 400 الاخرى يخلوها كيكا بور. صحيح كلامك، لانه كي تكون فما وفره في ماده ما ترخص. ترخص هما لا ويقول لك الدويات غالي. ماهيش غالي الدويات، تشري فيها بالغالي ولا برخيص انت تبيع. تشوف مصلي على النبي الرومان كي كي الشجره ما ينجموش يقلعوها. ما قولها لهم سيد الرئيس، ناس حتى المطر ما متغشى مش حاملتها المطر بس تصب. راي ناس عصابات، التاي موجود يرقدوا فيه يحبوا يهيجوا الوضع العام. كيما اللغه المهبطين على الفيسبوك كنهار بكونه سيد الرئيس باش ينحي الرخص نتاع الدخان، كيفاش ينحيها؟ هبطت في رايد رسمي. ناس كل يوم تحب تبث البلبله، ولكن الشعب وعي الحمد لله. ولكن راهو شوفوا راكم يا موظفين راكم قاعدين ما عندكم ما تعملوا، لا تبلوا لا تعلوا. ننصحك نصيحه من عند خوك اقبلها من عندي الى وجه اللي اكرمك الحي نتاعك بيديك وبرا روح شد دويرتك ولا برا شوف موضوع اخر اعمل خاطر راهو جايك. انا كي نعرف انا مثلا مثال راك تتكلم حراسه الاشجار، انا ريت بعيني شخص مكلفش تعمل قال انا نعس في الشارع على الاشجار هذا وياخذ في شهريه. راهي فضيحه. شو اسمه هذاك في الفك اللي هما يخرسوا على حساب شركه الفوسفات وهما في اطار البيئه ولا ما يعملوا في حتى شيء. دونك وضعيه بالحق كثير استنزاف كبير كبير لخارطه البلاد، وهذه طبعا بدات هي موجوده من قبل لكن بعد الثوره زدت اكثر باش يسكتوا العباد. دونك استعملوا هل وثم الفساد مش في هذا برك الكثير من الفساد. ما نعطيك مثال، الناس مثلا السيد وزير النقل ماذا يحصل في اكبر احدى مؤسسات تابعه لوزاره النقل، ماذا يحصل في مؤسسه كبيره تابعه لوزاره النقل وهو يعي جيدا ما اقصد. شنو المؤسسه؟ لا ما نجمش نذكر اسمها، اما هو اكيد يعني عليه ان ينتبه. مؤسسات كبيره ذات حجم استراتيجيه اصلا. او قالوا لنا الايامات هذيا وزير النقل مسيب الكارثه اللي صايره في النقل في البلاد، مسيب البلاد انه حابسه ما فماش مترويت، الناس تخدم على كيف النقابات متغوله في قطاع النقل، وشادت حكايه فيتم تداول اخبار احوال الطقس على منصات التواصل الاجتماعي. والله شوف انا بالنسبه للوزير هذا ما نعرفوش مليح لانه جديد دونك، لكن اللي نعرفه مليح انه الخور كبير كبير في وزاره النقل على جميع المستويات وحوايج بالحق تخوف، بل احدى المؤسسات التابعه له. اتمنى ان يجاوبنا شكون اللي قاعد يسير فيه، هل رئيس المدير العام او بعض الزبانيه اللي مستواهم لا يرتقي الى التعليم الثانوي، وهذا وحده يكفي. إذا كان عندك بعض المعلومات حول الشركة هذه اللي حكيت عليها أو هذه المؤسسة اللي تابعة وزارة النقل اللي فيها خور كبير وتسألت سيادتك وقلت ماذا يحصل، أعطينا هكا حتى بعض المعلومات. اليوم راهو رئيس الجمهورية قال احنا في حرب تحرير وطني ضد الفساد والمفسدين وما خوفوناش هذوما الفاسدين لا البارح لا اليوم لا غدوة. خلينا نقولوا نسميه وشنو اللي قاعد صاير. لا شوف خلينا نقول أنا إنسان مسؤول ما نعرفش قاعد نقول الكلام اللي قلته هذا يعني مشى كتابة للسيد والوزير نعرف قاعد نقول. دونك انا ما نحبوش نحرقوا مراحل. انا متاكد من هذا، علي ان يتبه اللي قاعد يصير راهو خطير في المؤسسه هذه. ضرب كل من يحب يخدم. دونك اكل المجموعه اللي تجبد التالي، المجموعه اللي تدور بالعجله بالتوالي ما يساعدهاش تونس تنجح ما يساعدهاش كذا، ما زالت متغلغله. فماش روح وطنيه تفهم يا رسول الله. تو انت كي تاخذ رشوه وتعمل وتفسد البلاد وتهلك ولادك قدوه باش يخلصوا ولادك ولاد صلبك وعائلتك وكلهم باش يخلصوا. احشموا يا ناس ويزي واختموا بلادكم واحد وقولوا يا ربي الحمد لله. وقت اللي انت تولي تاخو لو فرضنا تاخو 10 ملايين والدنيا تزيد تشعلوا فيها النار، شو تعمل لك ال 10 ملايين في الشهر و20 مليون في الشهر؟ ما تعمل لك حتى شيء.
انت فهمتي يلزمك تخدم وتحط اليد في اليد انت وتحطوا الناس اللي تتخادم وعندهم مسؤوليات تحطوا اليد في اليد وتسيروا البلاد في طريق نظيف. يا اخوي انا عندي الفلوس عندي ملايين باه نمشي نشري البطاطا ب 20,000 الكيلو تحبوا نهار هكا ها يزي يحشموا ولي حتى فهمتي تولي في الشارع حتى باش تمشي هكا خطوه ما عادش تلقى روحك. راني نهارت نشوف الملف الاحمر حاطه السيد الرئيس نفرح قسما بالله لكان ريتو هز الملف وشاد الثنيه. يقول لك المواطن التونسي اليوم نشوف الدوسي الاحمر نفرح. نشوفك الدوسي تلقيني قاعد حتى العشية والله لم تعشى نستنى فيه هو بالذم. خاطر علاش؟ الرجل تعب. يا عباد الله يا مسؤولين فيقوا على وضعك. خلي المعتمد يخدم خدمته، خلي الوالي يخدم خدمته، انت كرقابه كون قد المسؤوليه. بالنظر لحجم الفساد هذا اللي بالحق اليوم لا يمكن يتقبله حتى عقل، نتسائلوا بلادنا كيفاش ما زالت واقفه لليوم يعني. الحمد لله فما اراده. فما اراده وربك سبحانه. ربك سبحانه وتعالى ولكن فما اراده نتاع رئيس راجل. رئيس نظيف، وربي يستر بلادنا وربي يحفظ تونس ويا قيسون رانا معاك حتى على الموت، وربي ينصرك على عدي الوطن وبربي الدوسي الاحمر ديما خليه يختم.